بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 1/2/1439 في الدوادمي بطريق مصدة بجنب الصناعية. شوفوا طريق مصدة، شوفوا البرج حق المتعال، تعالوا شوفوا وش لقينا. هذه أرض، شوفوا مكة بنفايات، شوفوا كتابة إسلامية عربية مبكرة قبل التنقيض، لا يقل عمرها عن 1300 عام، ضاربة في تاريخنا الإسلامي العربي. اللهم اغفر. طبعا يحتاج المتخصصين بالنقوش الإسلامية زي الدكتور أحمد العبودي جامعة الملك سعود، اللهم اغفر لمن كتب. طبعا هذا كان طريق، كانوا الناس يخرجون من هنا، فجال هالجرانيت وحفر. بس الآن إن شاء الله هذا المكان ما يتعرض للتخريب، لأنه أثر 1300 عام. إن شاء الله ما يكب عليه زبالة، إن شاء الله ويحافظ عليه. وشكرا للأستاذ علي الطخيس جابنا لهذا المكان. وين المكان الثاني أستاذ علي؟ المكان الثاني تحت الأنقاض. أنا أتذكر قبل 5 سنوات أو 6 سنوات يقول في مكان ثاني تحت الأنقاض أقدم من كذا. إيه، كتابة إسلامية مبكرة. لا، أقدم ثمودي، ثمودية أو مسند. مسند جنوبي أتخبره موجود بالمنطقة هذه تحت الأنقاض. شوفوا فيه الصخور هذه الطبيعية، لكن كبوا عليها شو اسمه مخلفات، وموجود هنا النقش مدفون الآن تحت الأنقاض هناك. هنا إن شاء الله لعله يصير فيه اهتمام، إن شاء الله ما يدفن النقش الإسلامي، بما أنه دفن النقش العربي القديم شو اسمه المسند الجنوبي دفن، ان شاء الله ما يدفن النقش الاسلامي بعد. ان شاء الله ما يدفن. طيب وش اقترح انه شال؟ اقترح ان الانقاض هذه تشال. ايه، وتسوح منتزه حديقه، ويعمل لها مسطحات خضراء، ويعمل لها جلسات خصيله. لحد الارض وانت بتعملها منتزه، اذا كانت لحد تنزع تعتبر حديقه يا اخي. الكتابات هذه من حق الحضاره. حق الحضاره، نعم، حضارة سابقة رودمت تحت الأنقاض هذه للأسف الشديد. شكراً.